السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب، معكم خالد من جيمر سناك. اليوم راجع لكم في مقطع ان شاء الله يكون بسيط وخفيف عليكم وتستفيدون منه، عبارة عن نصائح وشروحات بسيطة في لعبة فورزا هورايزن 3. طبعا كثير منكم عارفين هذه الاشياء وكثير منكم مو عارفين هذه الاشياء، فاتمنى المقطع تستفيدون منه، ولا تنسون انكم تنشرون لاصدقائكم، منها تفيدون اصدقائكم ومنها تدعمون القناة. خلونا نبدأ ونشوف هذه الاشياء مع بعض. طبعا اول شيء حبيت انصحكم فيه هو الدخول في كلوب او نادي في لعبة فورزا هورايزن 3. طبعا النادي هذا راح يفيدك باشياء كثيرة، يعني منهم ربعك اللي يلعبون في النادي راح يطلعون لك فلوس وانت مرتاح، وايضا في امور كثيرة ما بينكم، تنافس وتشوفون بعض وتبادلون السيارات، تعطون بعض هدايا، فهذا النادي راح يفيدك باشياء كثيرة. طبعا اللي ما عنده نادي، انا فتحت جيمر سناك نفس قبل في فورزا من قبل، دشوا معنا ناس كثيرين، فاتمنى انكم تدخلون مع نادي او كلوب جيمر سناك، وان شاء الله نستفيد كلنا مع بعض ونلعب مع بعض اونلاين. لكن اذا ما فتحت خاصية الكلوب لازم توصل شوي في اللعبة وبعدين تفتح لك، وفي البحث مثل ما ذكرت جيمر سناك وادخلوا معنا في النادي. فحياكم الله، نشوفكم في فورزا هورايزن. ثاني شيء عندنا هو التصوير في لعبة فورزا. لازم تعرف ان التصوير ممتع جدا، وتقدر تصور لقطات مستحيل انك تصورها في الطبيعة، سواء كانت من ناحية السيارات او الاماكن في الطبيعة في اللعبة او الزوايا الصعبة. المهم بعد ما تطلع ابداعاتك وتصور شيء خرافي، تقدر ترفع الصورة لسيرفر فورزا، منها يشوفونها الناس من خلال لعبة فورزا، او تدخل في الموقع الرسمي وتسحب الصورة من هناك في حسابك الاكس بوكس، بعدين تضغط على قائمة كوميونيتي، بعدين جاليري، وراح تلقى صورك بوضوح عالي جدا، تقدر تاخذهم وتحطهم في الانستغرام وتويتر وتستفيد من صورك الخاصة. وفي معلومة بسيطة بخصوص التصوير، مو لازم كل مرة تضغط ستارت بعدين تروح على زر الفوتو مود وتضغط، لا، تقدر تختصر هذا الموضوع عن طريق ضغط الزر الاعلى اللي في الديباد، اضغط عليه شوي وراح يفتح لك التصوير دايركت، وتلقى نفسك في الفوتو مود وتصور بسرعة. وعلى طاري التصوير، في سكيل او خاصية جميلة صراحة وتشجع الواحد على التصوير وتطلع فلوس وايضا اتشيفمنت، اسمها هورايزن برومو، تقدر تفتحها من قائمة السكيلز وراح تخليك تصور اي سيارة في عالم فورزا، راح تطلع لك 1000 كريدت على كل تصوير. طبعا انصحكم في بداية كل سباق انك تصور كل المتسابقين عشان تاخذ الوف بسرعة وتخلص السيارات، وكل صورة تصورها او سيارة تصورها راح تتسجل مرة واحدة فقط، ولا تنسى تصور السيارات المدينية في الشارع كلها محسوبة في التصوير. ولا تنسى اذا مليت من سيارتك والبيت بعيد عليك، تقدر تضغط ستارت ومن قائمة كارز تروح على ماي كارز، وايضا تغير سيارتك وبتوصل لك لين مكانك، لكن تذكر انك راح تدفع رسوم التوصيل اللي هي 10,000 كريدت. طبعا بما ان خريطة اللعبة كبيرة وعالم فورزا كبير، مرات تحتاج انك تتنقل من بداية الى نهاية الخريطة او من فوق لتحت، فاحيانا مالك خلق تبي تختصر هذا الوقت. طبعا في فاست ترافل بين الفستيفال هاوسز، لكن في خاصية تخليك تتنقل اي مكان في الخريطة مجانا، طبعا تلقونها في قائمة بروجرس بعدين السكيلز، اسمها الفستيفال بوس، لازم تتقدم في اللعبة شوي عشان تفتحها. الخاصية هذه تخليك تنتقل مجانا لاي مكان في الخريطة مثل فورزا هورايزن 2. طبعا انا ما فتحتها لاني احب اني اتنقل بنفسي، وعلى طاري التنقل بنفسك، مو لازم تمشي ورا الخط الازرق في الجي بي اس، تقدر تدش قطوع وتستمتع في الطرق الوعرة وتوصل للنقطة اسرع. طبعا اذا كنت تحب الرسم على السيارات وتعديل السيارة والتصميم والامور هذه كلها، لا تنسى انك تقدر تحط استيكرات، واللعبة فيها سيرفرها مليان استيكرات من اعمال الناس، فمثل ما تحب تحط اي شيء تبي على السيارة. مثلا انا بشخصيات ماريو او شخصيات نينتندو، اقدر ادخل في قائمة ديزاين واختار اد ديكلز، بعدين اضغط سيلكت في الديسكريبشن، اكتب اي كلمة تبي، راح تظهر لك استيكرات مثل ما تحب. فمثل ما قلت لكم، في الاف الاستيكرات من اعمال الناس، شيء جميل تحطه على السيارات. طبعا حبيت اذكركم تستخدمون كاميرا الدرون اللي هي الطيارة، تنفعك في التجول في عالم اللعبة، واذا كنت اونلاين مع اصدقائك تقدر تصير انت المصور وتصور لهم بعض اللقطات. لكن في استخدام اكتشفته بنفسي صراحة، مرات يطلع لك الدائرة البنفسجية اللي تبحث عن بيت معين اللي فيه سيارة نادرة، مرات يكون صعب وما تلقى هذا البيت، فاستخدم كاميرا الدرون، تقدر تطير وبسهولة تلف الكاميرا، بتعطيك مساحة كبيرة تشوف البيوت بسرعة وتوصل لها بسهولة. طبعا لا تنسون خاصية البيع والشراء في السيارة، اذا كان عندك سيارة نادرة او سيارة انت صممتها وتعبت عليها من ناحية التصميم لكنك ما تبيها، او اذا ربحت سيارة عن طريق الجيفت او ايا كان، عندك سيارة باختصار ما تبيها تقدر تبيعها اونلاين وتكسب من وراها ملايين، واذا انباعت تروح تسوي كولكت للفلوس اللي ربحتهم، او تقدر تدش هذا السوق وتبحث عن سيارات نادرة او تصميم سيارات وتتسوق على كيفك، ومرات تلقى اسعار جميلة في الاوكشن هاوس. طبعا خريطة اللعبة ضخمة، ومع الوقت بتفتح لك اشياء كثيرة وبتصير الخريطة مليانة اشياء وعلامات بتكون مزعجة، فانصحكم تستخدمون الفلتر، بسهولة تضغط البي وبعدين
تضغط فلتر، اول شيء تزيلهم عن طريق اول، طق اول لما تزيل كل شيء، بعدين تحدد الاشياء اللي تبيها. مثلا انا حطيت بس البطولات الرسمية او السباقات البسيطة وظهروا لي في الخريطة واختفى كل شيء، فيصير ان الطريقة اوضح وتخليك تركز في الكامبين وتقدر تغير وتنوع في السباقات عشان ما يصيبك الملل. لكن اذا فتحت كل شيء في الخريطة راح تشوف كميات كبيرة من السباقات وبتحوشك بالاحباط ومالك خلق تكمل في اللعبة. فانصحكم تستخدمون خاصية الفلتر في الخريطة. طبعا خاصية الفلتر ايضا بتفيدك في تصفح السيارات، لان اللعبة تقدم لك تشكيلة كبيرة من السيارات، فشي كبير تمشي بين اللوكرات فراح تتعب. لكن اذا ضغطت على الفلتر تقدر تحط السيارة حسب الفئة او حسب الموديل او حسب في اشياء كثيرة تشوفونها قدامكم. انا مثلا حطيت سيارات الاوفرود وطلع لي كل السيارات الاوفرود بدون اي سيارات ثانية، فكل مرة تدخل على الفلتر راح يسهل عليك العملية وتوصل للسيارات اللي تبيها. طبعا انا واحد من الناس ما احب تكون الشاشة مليانة ارقام، فدائما اضطر ادخل على قائمة الـ HUD وازيل الاشياء اللي ما بيها. انصحكم في فورزا انكم تشيلون اسامي اللي فوق السيارات اللي هي Car Own Names، هذه شيلوها، وطبعا في اشياء ثانية تقدرون تشيلونها لكن حسب كل لاعب. وايضا انصحكم تحطون بالكيلومترات بدل الاميال من نفس القائمة، تنزل تحت وتبدلها. وفي اشياء انت عاد تشوفها تدخل في الـ HUD وتضبط يعني شكل الشاشة علشان يكون احلى وترتاح لها في اللعبة. بخصوص الناس اللي كانت تسأل عن الجير عادي في اللعبة، هو موجود لكن تلقونه في قائمة الصعوبة أو الديفيكولتي. في ثلاث نوعيات، عندكم طبعا الأوتوماتيك، وعندكم الجير العادي، وعندكم الجير العادي مع الكلتش. هذا ينفع الناس اللي يسوون الدريفت أو الدراج ريس وهذه الأمور. على العموم اللعبة توفر لك هذه الخاصية، تبديل العادي أو الأوتوماتيك من هذه القائمة. اخر شيء عندنا بخصوص الاونلاين، اللعبة شلون تدخل فيها الاونلاين؟ مثل ما قلت لكم الاونلاين بسهولة، من قائمة اونلاين تضغط اونلاين راح يصير يتحول لعبك نفسه اللي هو طور القصة او طور السنجل بلاير يصير اونلاين، وتلقى ناس في عالم اللعبة. يعني ما في شيء اسمه تدخل اونلاين نفس جي تي اي مكان ثاني، لا، انت بنفس مكان اللعبة يدخلون معاك الناس اونلاين، وتقدر تسوي برايفت سيشن وتدخل ربعك وتستمتعون كلكم مع بعض في الاونلاين في اللعبة. او تقدر تضغط قائمة الكوب وايضا يكون معاك شخص وتوصلون مع بعض وتخلصون سباقات مع بعض. طبعا بس حبيت اذكركم على موضوع الكلوب او النادي جيمر سناك، لا تنسون الانضمام فيه ان شاء الله. اذا وصل العدد الى 20 واحد راح اسوي لكم جيف اوي على كروت او بطاقات، وبختارها بسرعه من الجيمر تاج وارسله لك دايركت على المسجات في الاكس بوكس 1. والحين وصلنا لنهايه المقطع، تقريبا هذه بعض النصائح، اتمنى انكم استفدتوا منها ولو بشكل بسيط، وان شاء الله في المستقبل اذا كان في نصائح ثانيه ممكن اسوي مقطع ثاني. واتمنىكم تساعدوني، اللي عنده نصيحه او حاب يضيف شيء يكتب في الكومنت ويخلينا نستفيد من النصيحه اللي بيقدمها. عموما لا تنسون اللايك ونشر هذا المقطع، ويعطيكم العافيه. كان معكم خالد من جيمر سناك، ومع السلامه.